السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. غدا إن شاء الله المباراة المرتقبة والمباراة الهامة، مباراة الزمالك والرجاء المغربي. كل الأمنيات والتوفيق لنادينا الحبيب نادي الزمالك. معنا في هذه الفقرة الأولى ضيفنا العزيز الأستاذ محمد مجدي، الصحفي الرياضي بجريدة وموقع نادي الزمالك اليوم. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بيك يا أستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين. منورنا كابتن. بوجودك يا فندم. أستاذ محمد، تكلمنا الأول عن هذه المباراة الهامة والمرتقبة وهي مباراة الزمالك والرجاء. والله بص، هطمنك واطمن جماهير الزمالك. انا شايف ان في حاله على السوشيال ميديا تخوف من المباراه دي، مش عارف ليه. مباراه هامه ومباراه طبعا بس كبيره، بس الزمالك فايز 1-0 هناك. تمام، امال بقى لو كنا احنا متعادلين هناك او مهزومين 1-0. انا بطمن بس جماهير الزمالك ان كل الرسائل اللي انتوا عايزين توصلوها للعيبه وصلت عن طريق امير مرتضى للعيبه، كانكم انتوا اللي بتوصلوها بالظبط. بس الرجاء ند قوي خارج ملعبه واقوى من الوداد. تمام بكتير طبعا، هو تقريبا حامل بطوله ابطال الدوري بالظبط، بطوله الدوري المغربي. ولكن احنا عندنا في فريق الزمالك ان احنا الحمد لله اخر 10 مواجهات في بطوله افريقيا الزمالك لم يهزم على ملعبه. تمام. ولم يخسر، ما دخلش في مرماه اهداف غير في مباراتين فقط. تمام، في اخر 10 مباريات الزمالك الفريق الحالي كواليتي لعيبه على اعلى مستوى. تمام، فاهمين هم عايزين يوصلوا لايه، وفاهمين الجماهير عايزه ايه، وفاهمين ان الازمات اللي موجوده على الساحه دلوقتي هتتحل ازاي، وازاي يقدروا يخرجوا، هيقفوا مع مجلس ادارتهم ومع جماهيرهم ان هم يخرجوا من الكبوه دي بامر الله. تمام، فهتبقى بامر الله يعني. طيب استاذ محمد، بالنسبه للتشكيل المتوقع لمباراه الغد باذن الله. بص هقول لحضرتك، هو دلوقتي اوباما خلاص مستبعد للاصابه. تمام تمام، ولكن التشكيل المتوقع هيكون هيبدا بابو جبل. تمام، في الظهير الايمن حازم امام، هيبقى بامر الله الونش ومحمود علاء، عبد الله جمعه. تمام، هيبقى طارق حامد وفرجاني ساسي، وكلام على ان اسلام جابر هيلعب بجوار طارق حامد ويخلي فرجاني ساسي يلعب مكان 10، مكان رقم 10 مكان اوباما. تمام، وهيلعب ببن شرقي وزيزو ومصطفى محمد، وربما يدخل شيكابالا ويطلع واحد من فرجاني او اسلام بس جابر. اكيد مش في بدايه المباراه الاجهز هيلعب بكره، بس شيكابالا جاهز. تمام، فرجاني ساسي جاهز، اسلام جابر جاهز. بسم الله ما شاء الله عندنا في المعسكر دلوقتي حاله تفاؤل عاليه جدا، يعني مفيش الا اصابه واحده في التشكيل الاساسي. انا بس عايز اخرج جماهير الزمالك من التوتر اللي هم عايشين فيه. تمام، والله العظيم اللعيبه دلوقتي واثقه ان هي داخله المباراه بامر الله، هتطلع وهتبقى اسهل مباراه في البطوله كلها بامر إن شاء الله. طيب تقييمك يا استاذ محمد لمستوى نادي الزمالك في الفتره السابقه، اداريا ولا فنيا؟ ايه اداريا وفنيا طبعا. فنيا على 10 10. تمام، احنا بس حصل لنا ضروب ان مستر كارترون هرب وراح التعاون السعودي. تمام، وجبنا مستر باتشيكو كان على اعلى مستوى، على علم بالفرقه قبلها، كان بيذاكر الفرقه قبل ما يجي بشهرين ومتابع المباريات وجاي عارف كويس هو ايه المطلوب منه. وخلص اول تحدي ان هو حسم المركز الثاني في بطوله الدوري العام، وبامر الله هيكون الهدف الثاني اللي هو الحصول على البطوله الاقوى تشامبيونز ليج بامر الله الافريقي، وان شاء الله قادر على هو وكلامه مع اللاعبين في المعسكر امبارح ان هم يعني بيقول لهم يعني اسعدوا جماهيركم ايا كانت الظروف المحيطه بالنادي، ملناش دعوه. طبعا داخل في الكلام ده امير كان قايل لهم مالكوش دعوه باي حاجه تسمعوها، وخلي بالك في المكافئات اتصرفت وجزء من المستحقات، وفي وعد مكافاه ب 100,000 جنيه لكل لاعب حال تخطي عقبه الرجاء غدا ان شاء الله فوريه ان شاء الله، قبل مغادرتهم من الاستاد. هيبقى شيك ب 100,000 جنيه لكل لاعب في حاله تخطي ان شاء الله مباراه تقبل النهائي بامر الله ياخدوه قبل ما يطلعوا من الاستاد. طيب انت شايف النهائي ان شاء الله في حاله وصول نادي الزمالك النهائي كيف على الاراضي المصريه ما بين الاهلي والزمالك؟ دي اول مره تحصل في التاريخ. تمام، مش عاوز اقول لك ان انا عندي ثقه ان بامر الله لما الزمالك يخطي بكره هتبقى، انا شايفها هتبقى 60-40 للزمالك. الزمالك 60-40 للاهلي. توقعك يعني لان الزمالك عنده حاله تفاؤل في الفتره. طب نعدي ان شاء الله نفوز على الاهلي، نعدي مباراه بكره ان شاء الله كده وبعدين نتكلم. انا بقول لك قدام الناس كلها بامر الله هتكون مباراه سهله. نتمنى طبعا النهائي خالص مصري باذن الله. أنا طبعا انا عن نفسي مش خايف، انا واثق لان انا داخل في وسط اللعيبه وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وكان في اتصال بيني امبارح بين احد اللعيبه وعايز اقول لك ان هم داخلين حاله تحدي لانهم عارفين الظروف المحيطه
ايوه احكي لنا بقى استعداد نادي الزمالك لهذه المباراه غدا باذن الله. في نادي الزمالك اداريا ما فيش اي مشكله، رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى راح امبارح التدريب، قعد تلت ساعه معاهم ووصل لهم الرساله صح، وقال لهم مالكوش دعوه باي حاجه بتحصل، طبعا كل الكلام ده هينتهي بامر الله قريب. تمام. طبعا وفقا للقانون يعني، وبامر الله مالكوش دعوه باي حاجه. المهم التركيز في البطوله. مالكوش بصراحه شابوه يعني، بصراحه الامير مرتضى خرج التيم كله بتاع الفريق خارج اي مشاكل اداريه داخل الفريق، ولا في اي لاعب يشغل باله دلوقتي في اي حاجه غير انه يتخطى عقبه الرجاء ويوصل للنهائي فاينل مع الاهلي بامر الله، عشان دي هيبقى استعداد تاني، هيبقى لسه عندنا بتاع حوالي 23 يوم في استعدادات، في اللعيبه المصابه بيعملها حاله استشفاء وتصحى، ولسه في بدري ولسه في معسكر منتخب ولسه في قصه ثانيه فاهمني. طب قبل ما اخش على المنظومه الاداريه لاتحاد الكوره، عايز اكلمك عن توقعك لنتيجه غد ان شاء الله. بامر الله مستريح 2-0. 2-0. طب احنا بنقوله 3-1 وهنكسب 3-1. توقعنا الشخصي بقى صعب تيم الزمالك ده يدخل في جول. تمام تمام. الرجاء زي ما قلت لك ند قوي خارج ملعبه، وطبعا احنا متخوفين ولكن عندنا تفاؤل ان شاء الله. داخل ملعبه تمام، احنا في داخل ملعبه ما خليناهوش يعرف يوصل لجون غير في اخر 10 دقائق. تمام. لما لعيبه الزمالك بدا الارهاق البدني يعلى عندها، فبدات الرجاء بعد ما نزل 4 لعيبه فبدا ياخد نفسه شويه بس. تمام. بلا خطوره جامده يعني فاهمني. انا بصراحه واثق وبطمن جماهير الزمالك ما تقلقوش على الفرقه بكره بامر الله، مباراه سهله جدا. لعيبه الزمالك بامر الله ما فيش اي حاجه، بلاش حد يوصل لكم ان الزمالك داخل بكره هيلاعب ريال مدريد، مع احترام الفريق الرجاء ومع احترام، هي بس القصه كلها في المناوشات اللي حصلت وكام 16 لاعب كورونا. بس عايز اطمنكم ان لعيب الزمالك والاداريين عارفين كويس ان كل حاجه مساعدين لغد ان شاء الله باذن الله ونكسب باذن الله. مفيش الكلام ده خالص. طيب خلينا بقى، طبعا ظاهره ظهرت على السوشيال ميديا وحصلت في مباراه طلائع الجيش والنادي الاهلي في المباراه الختاميه في مراسم التتويج. في مراسم التتويج ما بين فضل وكهرباء يعني. محمد فضل وكهرباء. طبعا ايه رايك في هذه الازمه؟ طبعا بص، الاثنين مخطئين. تمام. كان ممكن نتلاشى هذا التصادم، وكان ممكن اصلا المخرج يتلاشى. تمام. بس هقول لك على حاجه، خلينا حصلت الازمه. ايه عواقبها؟ ما تطلعش حضرتك تطلع بيان اتحاد الكره تقول لي ان كهرباء اعتذر لازم اتخاذ محمد فضل لعدم التكرار من اي لاعب. الكلام ده لو انا جيت غلطت فيك في بيتك واحنا قاعدين على الكافيه بره، الكلام ده ماشي تمام. انما حضرتك حق المشاهد، حق المشاهد المصري ايه؟ دلوقتي الخطا حدث وسط 100 مليون بيتفرجوا على البتاع، وسط الكوره، في وسط الملعب. بس احنا برضه مع مسؤول في اتحاد الكوره ومع لاعب في نادي ايا كان النادي ده ايه؟ يا ريت بس واحنا بنعاقب اللعيبه ولجنه الانضباط، عشان احنا ما بنخافش غير من ربنا. تمام. بس الكلام ده على مسؤوليتي، ما تعملوش حساب للون الفلانات. اللي بعد اذنكم. طيب عايزين نتكلموا عن تقييم اداء اللجنه الخماسيه في الفتره الماضيه. ما صدقوش في اي حاجه غير في الفار بس. باقي كل حاجه يعني لو قيمني من 10 واحد من 10. لجنه فاشله بكل المقاييس. تمام. طيب ازمه الزمالك الى اين؟ والله بص انا شايفها يعني، عشان بس برضو الناس ما تدخلناش في حته السياسه والكلام ده، السياسه بعيد عن الكوره خالص، بعيد عن الرياضه طبعا. بالعكس احنا كنا في وقت في حلقه سابقه كنت قلت لك ان ما تفسده السياسه صلحه كره القدم، الان ما تصلحه السياسه بقت تفسده كره طب القدم. احنا داخل مصر احنا عايزين نشوف دلوقتي المنظومه، منظومه الكره في نادي الزمالك. طبعا والله انا كان نفسي الاقي راجل حكيم في الدوله كان يحتوي كل الازمات دي، كان ممكن الازمات دي كلها تنتهي بقعده صلح تحل كل الاطراف بين جميع الاطراف. لان مع احترامي ليك، لا جماهير الزمالك هتقبل ان حد يقرب من رئيسها، ولا جماهير الاهلي هتقبل ان حد يقرب من رئيسها. اكيد عشان الانتماء. مصر كلها اهلي وزمالك. تمام. عشان بس ايه نبقى عارفين. فعشان انت يعني بص، ما عايز اقول لك ان في ناس منتظره نتيجه بكره والنهائي عشان يبداوا ياخدوا قرار. تمام. بس صدقني انا مش عايز يعني، توقعي بلاش تحصل ازمه ما بين جماهير وهيئه او وزاره او الكلام ده. تمام. يا ريت ممكن الموضوع يتحل ببساطه، لو في مخالفات اداريه او ماشي. انا رئيس النادي احاسبه لو عنده مخالفات ماليه او اداريه. تمام. ما طلعش في جهه معانيه. لا معلش محترم ليك، ما تقوليش ده طلع يشتم. تمام.
طلع يشتم، دي خصوم، انت شتمتني شتمتك، انا هقاضيك، تمام، انما مش هقاضيك كمنصب داخل النادي، مالكش الحق في كده، تمام، ولا اللائحه بتقول لك كده، ولا قانون الرياضه الجديد بيقول لك كده، تمام. تمام. فحضرتك ارفع عليا ده، زي ما هو توجه ورفع دعوه في الاداريه بمجلس الدوله، تمام. وكانت امبارح، اول امبارح كان الدعوه تاجلت ليوم 23، تمام، للاطلاع. فطبعا كل واحد مصفف اوراقه وظابط دنيته، بامر الله هيبقى فيه قرار يوم طيب 23 استاذ محمد، بالنسبه ممكن رساله، بعد الانتخابات تبقى فيه طب قرار اكتر رساله يعني. هامه حابب توجهها لاحد المسؤولين الرياضيين. هي المسؤولين، للمسؤولين انا بس عايز يعني لما نيجي نتعامل او ندير اي حاجه داخل مصر نراعي ربنا، نراعي ان تمام، احنا هنطلع فوق هنقول لربنا ايه. انا شايف بصراحه ان معظم المنظومه فساد في فساد، ما فيش حاجه عايزين بتدار اصلاح بحنكه، وعايزين ما فيش. انا بصراحه شايف ان كل واحد بيعمل مصلحته الشخصيه والله بجد يعني. كان بعد امم افريقيا كان خد اوامر ان الناس دي تمشي كلها، ما اعرفش الناس دي داخله ليه. طب دلوقتي في انتخابات اتحاد كوره بعد ايه اللجنه الخماسيه لما تمشي 30/6، تمام تمام، هتدعو لانتخابات اتحاد الكوره. طب انت هتدعي انتخابات اتحاد الكوره، هتجيب لي مين تاني؟ هتجيب لي برضك الناس اللي فوق 60 سنه طب هيجيبوا كوره؟ حابب توجه شكر لمين خاص؟ انا بس عايز اوصل رساله للجماهير اتفضل. نادي الزمالك انه ما تقلقوش من ماتش بكره، انا والله ان ما شاء الله قلقان، ما تقلقوش، صدقوني كل اللي انتوا عايزين توصلوه وصل للعيبه من عن طريق امير، انا واثق في الله اولا ثم في امير ثم في الفرقه، صدقوني معاكم كواليتي محترم. صعب صعب ان هو يتغلب على ارضه وصعب ان هو يتغلب بره ارضه، تمام، فما تقلقوش من ماتش بكره، ان شاء الله خليكم استاذ فري محمد وبامر الله نتخطى النتيجه عقبه هتطلع الرجاء ان زي شاء ما الله. احنا عاوزين، زي ما انا توقعت بقول لك النتيجه هتطلع سهله ان شاء الله. 2-0 مستريح بامر الله. في ختام هذه الفقره بشكر ضيفي الكريم الاستاذ محمد مجدي الصحفي بموقع جريده نادي الزمالك اليوم، شكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا لحضرتك وكل الساده المشاهدين. هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام، الكابتن شعبان عبد الصمد المدير الاداري بنادي الزرقاء الرياضي، والكابتن محمد تريكه المدير الاداري بنادي المكسب السكندري.